المشروع الصهيوني يمارس اسلوبا استيطانيا احلاليا، بمعنى انه يريد ان يضخ بشر من خارج المنطقة لا ينتمون إلى هذه المنطقة وإلى تاريخها، يريد أن يحلهم محل أهلها ويحل تراثاً آخر محل هذا التراث، ويستأثر بهذه المنطقة بغض النظر عن مشروع عن تطلعاته في التوسع. ما أريد أن أقول أن هذا التطبيع مع الفكرة الصهيونية قد يتخذ أشكالاً متعددة. إن الحديث عن المشكلة الفلسطينية وكأنها مشكلة إنسانية هو شكل من أشكال التطبيع. حقيقة هناك بعد إنساني للقضية الفلسطينية، كما أن هناك لأي قضية فيها ظلم بعد إنساني. أيضاً الحديث عن المشكلة الفلسطينية باعتبارها مشكلة دولية بين معسكرات من الدول أيضا فيها شكل من أشكال التطبيع مع الفكرة الصهيونية. الحديث عن المشكلة فلسطين وكأنها مشكلة دولية ومشكلة حدود بين قطر وآخر هو شكل أيضا من أشكال التطبيع. أيضا الحديث عن المشكلة الصهيونية وكأنها مشكلة نظام الحكم، وما هو نظام الحكم الموجود؟ هل هو نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي أو غيره؟ هذا أيضاً في شكل من أشكال التطبيع الفكري مع الصهيونية. وهذه كلها تجعلنا نواجه مخاطر عدة، ولا نواجه فقط صهاينة إسرائيليون، إنما أيضاً قد نواجه صهاينة عرب، وقد نواجه صهاينة مسلمين، وقد نواجه صهاينة مسيحيين، وقد نواجه صهاينة يهود، وقد نواجه صهاينة ملاحدة. ونحن نعرف أن قادة المشروع الصهيوني في حقيقة الأمر هم من الذين ينتمون إلى الجماعات اليهودية لكنهم ملاحدة. يعني فبالتالي حتى تصوير المشكلة الصهيونية على أنها صراع مع اليهودية أيضا في تصوري أنها هذا أيضا شكل من أشكال التطبيع.